السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، مسألة الروح ومسألة الحياة، هل تنظيم الذرات والجزيئات هو المسؤول عن إيجاد الحياة؟ طبعا هذا خطأ كارثي، هذه مصيبة علمية. منذ عدة أيام كنت أستمع إلى أحد علماء جامعة جنوب الدنمارك، وكان يقول بالحرف: نحن لا نطمع في خلق إنسان ولا حتى بكتيريا. منتهى أمل العلم اليوم هو إيجاد أبسط صور الحياة في كائن أقل من البكتيريا ولو بمليون مرة. هذا منتهى أمل العلم. قال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فحين يأتي ملحد ويزعم أن الحياة مصدرها تنظيم ذرات وجزيئات، فأنت أيها الملحد معك الذرات ومعك الجزيئات وتعرف التنظيم، أوجد لنا حياة. هذا هو التوقع والسؤال البديهي. حين يأتي ملحد اليوم ويزعم أن جامعات العالم وعقول العالم، وهي اليوم في قمة مجدها وفي قمة تألقها العلمي، حين تعترف هذه الجامعات أنها لا تستطيع أن تنتج أبسط صور الحياة، بينما يزعم زميلنا الملحد أن تنظيم الذرات العشوائي أوجد هذه الحياة، فنحن صراحة أمام جنون عقلي وسخف لا يطاق. هذا السخف للأسف الشديد يتم الترويج له ويتم نشره بين الشباب الصغار بدعوى العلم، وطبعا تعلمون أن هذا السخف ليس له غاية إلا الترويج للكفر والإلحاد. قال الله عز وجل: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. الباطل لا يبدئ حياة ولا يعيد إنتاج حياة. فأيها الملحد، إذا كنت تزعم أن الحياة هي منتج تنظيم الذرات، فأنت معك الذرات، أنتج لنا حياة، وإلا فلتصمت إلى الأبد. أما تجربة كريج فينتر، طبعا هذه التجربة هي عملية تقطيع لكروموسوم الميكوبلازما. طبعا الميكوبلازما هو أصغر كائن حي على الإطلاق. كريج فينتر قام بتقطيع الدي ان ايه الخاص بالميكوبلازما واستبداله بنوع اخر من الميكوبلازما ايضا. يعني كل ما فعله كريك فينتر هو انه اتى بكائن حي اسمه الميكوبلازما، قام بتقطيع هذه الميكوبلازما واحضر دي ان ايه اخر من ميكوبلازما اخرى، اي من كائن حي اخر، واستبدل هذه بتلك. عندما يتخيل الملحد أن هذا هو إنتاج حياة، فنحن صراحة أمام مهرجين ولسنا أمام باحثين عن الحق. فما فعله كريك فينتر هي عملية إنزاء حصان على حمار، إنزاء حصان على حمار، لكن على مستوى المايكرو. يعني أهل الريف يعرفون منذ آلاف السنين عملية توليد هجائن من الحصان والحمار. ما فعله كريك فينتر أنه قام بنفس هذه العملية التي يقوم بها أهل الريف منذ آلاف السنين، لكن على مستوى المايكرو، فقام بإنزاء مايكوبلازما على مايكوبلازما أخرى، فأنتجت كائن حي وسيط. لكن هل الكائن الحي المنتج هو منتج من مادة ميتة؟ لا يقول أحد بهذا إطلاقا. هل الميكوبلازما التي نتجت من خارج نوع الميكوبلازما هي نفس الميكوبلازما، لكن تم تقطيع الدي ان ايه الخاص بها بدي ان ايه ميكوبلازما أخرى، فأنتجت ميكوبلازما أيضا. فنحن صراحة أمام تجربة من تجارب التهجين الطبيعية جدا، لكن الذي ميز هذه التجربة أنها على مستوى المايكرو، أي المستوى الصغير جدا. فهذا فقط هو الذي يميز التجربة. إذا ظن الملحد أن كريك فينتر
أتى بمواد ميتة، وأنا أتحدى ملحد أن يقول أن كريك فينتر أتى بمواد ميتة، فنحن صراحة أمام تهريج باسم العلم، وأمام ترويج للإلحاد بالكذب والمكر والخداع. وأنا لا أخفيكم سرا، حين استمعت إلى الملحد الذي يقول أن كريك فينتر ولد حياة من مادة ميتة، صراحة يعني كدت أصاب بغثيان من كم الكذب والهراء والترويج للخرافة والخداع على الشاب الصغير. للأسف الشديد هذا الملحد الجاهل لا يعرف أن الحياة لا علاقة لها بالدي إن إيه. هو يعني حاول في هذا الفيديو أن يصور الحياة وكأنها مرتبطة بجينوم الخلية أو الدي إن إيه الخاص بالخلية، وهذه مصيبة كبرى. لا أدري ما دخل هذا الجاهل بالبيولوجي، لا أدري ما دخل هذا الجاهل بعلوم الأحياء. هناك منظومات وظيفية كاملة في الكائنات الحية لا يوجد بها دي إن إيه. هناك منظومات وظيفية تقوم بوظيفتها بمنتهى الإتقان، منظومات حية ليس فيها دي إن إيه على الإطلاق، لكن هذا الشخص للأسف لا يعرف ألف باء علم حتى يدجل على الجهلة بهذا السخف والكذب. فنحن في كل كائن حي من ذوات الدم الحار يوجد كرات دم حمراء. هذه كرات الدم الحمراء ليس فيها دي ان ايه ايها الجاهل، ومع ذلك هي منظومات حية. كرة الدم الحمراء لا يوجد داخلها اي كروموزوم ولا اي جين ولا اي دي ان ايه، ومع ذلك هي منظومات حية. لكن ماذا نفعل في الترويج للالحاد بالكذب والخداع والمكر؟ المصيبة ان جامعات العالم كلها والمعاهد العلمية الخاصة بالبيولوجي تعرف عملية تسمى عملية ازالة دي ان ايه الخلية، تقوم بعمليات ازاله دي ان ايه الخاص بالخليه، وبعد ازاله الدي ان ايه من الخليه لا تموت الخليه، هذه مساله معروفه، بل تظل الخليه حيه لشهور طويله بعد زوال انويه الخلايا، بعد زوال الدي ان ايه، بعد زوال الجينوم، بعد زوال الكروموسومات. تظل الخليه حيه بعد ازاله الدي ان ايه منها الى ان ينفد ما عندها من بروتين حيوي لا تستطيع إعادة تخليقه، ساعتها فقط تموت الخلية. إذا لا علاقة أيها الملحد الجاهل بين دي إن إيه الخلية وبين الحياة. لا علاقة بين الدي إن إيه وبين الحياة. هذه مصيبة تحدث في أمة العرب، أن ينتشر هؤلاء الجهلة والحمقى بين الشباب ويروجوا للإلحاد بهذا الكذب. والله المستعان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يستحيل أن يقوم البشر بكل ما امتلكوا من عقل ومكائن عملاقة وجامعات ضخمة وغوص في العلوم ووعي وعقل وهدف، يستحيل أن يقوموا بخلق ذبابة ولو اجتمعوا لها. فالحياة شيء، والذرات وتنظيم الذرات شيء آخر تماما أيها الكهنة، كهنة الإلحاد الجهلة. إذا كان يتم الترويج للإلحاد بهذا الجهل وهذا الغثاء، فصدقوني بطن الأرض خير من ظهرها إذا انتشر أمثال هؤلاء الأغبياء. أدق الكائنات الحية على الإطلاق يقودها الغرض والهدف والغاية، تتمتع بالوعي، تحلل المعلومة ثم تعطيك رد فعل بناء على هذه المعلومات. عندك مثلا الأميبا، الأميبا كائن وحيد الخلية. لو جاء بجوار الأميبا غذاء متحرك، طبعا تقوم الأميبا بالالتفاف حول هذا الغذاء بحذر حتى لا يهرب، وهي كائن وحيد الخلية، لا يوجد به دماغ ولا أعصاب ولا عين، هي خلية واحدة. إذا اقتربت من غذاء متحرك تلتف حوله بحذر ثم تلتهمه. أما لو كان الغذاء ثابتا مثل مثلا حبيبة نشا، حبيبات النشا، فإنها تلتصق به دون احتراس. فكل كائن حي على الإطلاق يتمتع بقدر ما من الوعي والإرادة والهدف والعلم والفهم، في حين أن أدق كمبيوتر على الإطلاق حتى الكوانتم كمبيوتر المتوقع أن ينتج في 2050، الاي كيو نسبة الذكاء الخاصة بهذا الكمبيوتر تساوي الصفر. أي منتج أنتجه الإنسان بعقله وجامعاته
لا يحصل على أدنى درجات الاي كيو. لماذا؟ لأنه لا علاقة له بالوعي، وإنما يعتمد على مدخلات ومخرجات، أي تغذية، تغذي الحاسب بمعلومة فيعطيك بناء على هذه التغذية مخرجات. أما هو لا ينتج وعي ذاتي، لا ينتج وعي ذاتي. فالكوانتم كمبيوتر الاي كيو الخاص به يساوي الصفر. للأسف الشديد نحن مطالبون باسم الإلحاد أن نصدق أن العشوائية أنشأت الأميبا والإنسان، بينما جامعات العالم وبحوث العالم العملاقة اليوم لا تستطيع أن تنتج أبسط صور الحياة. مطالبون أن نصدق نحن أن العشوائية أنتجت كل هذه الحياة، وأننا في قمة العلم المادي لا نستطيع أن ننتج أبسط صور الحياة. الملحد الجاهل الذي يتخيل أن الحياة هي ذرات وتنظيم ذرات، أيها الجاهل، معك الذرات ومعك التنظيم، فأوجد لنا حياة. للأسف الشديد هذا هو الفرق بين الدين المنطقي والإلحاد الكاذب العبثي. الإلحاد لا يطرح أجوبة، لا يجيب عن معنى الحياة، وإنما يزيد المشكلة تعقيدا. الإلحاد للأسف الشديد لا يعطيك مبرر لأي منظومة خلقية في هذا العالم، وإنما فقط يحيل ذلك إلى فجوة مستقبل، ربما في المستقبل نكتشف، يحيل ذلك إلى تسخيف سؤالك والمكر والكذب والاستهزاء بسؤالك. أما الإلحاد في ذاته فلا يملك جوابا عن شيء، ولا يحلل ظاهرة، وإنما فقط هو كذب ومكر وخداع. ليونارد ميلدناو، ليونارد ميلدناو طبعا ده فيزيائي شهير، وهو الذي كتب كتاب جراند ديزاين مع ستيفن هوكينج، تعرفون في 2010 صدر كتاب جراند ديزاين اللي هو التصميم العظيم لستيفن هوكينج مع ليونارد ميلدناو. طبعا ليونارد ميلدناو هذا فيزيائي مادي من كبار الفيزيائيين في هذا العالم، يعترف أن الوعي والحياة غير مادية. Physics explanation for what happened. No, there is no physics explanation. In fact, there's no physics explanation for consciousness. And as far as I can tell, I've never seen consciousness even defined in a way that a scientist can really deal with. غير مادية، ومع ذلك يأتي ملحد جاهل ويقول لا لا هي مادية. نحن للأسف الشديد أمام كهنة إلحاد. كارل بوبر فيلسوف العلم الأشهر، أحد أشهر فلاسفة العلم في العصر الحديث، كتب كتابا مع جون إيكلز. جون إيكلز طبعا ده حاصل على نوبل في الطب، حاصل على نوبل في الطب. كتب هو وبوبر كتابا بعنوان الذات والمخ التابع لها، The Self and Its Brain. في هذا الكتاب يشرحان سويا أن الذات غير مادية، وأن المخ تابع لهذه الذات. لكن أيضا يأتي ملحد ويقول لا لا اتركوا هذا الهراء وصدقوني أنا، الذات والروح والحياة كلها أشياء مادية. هذا هو المطالبون نحن بتصديقه باسم الإلحاد الغبي. حينما تحاول أن تتخيل أن القيم والعدل والخير والأخلاق والمعنى والسلوك، كل هذه المفردات هي نتاج تبادلات لأيونات صوديوم وبوتاسيوم على جدران خلية عصبية في دماغك، فأنت تهرج، لأن القيم والمعنى والأخلاق يستحيل أن تكون منتج تبادل أيونات صوديوم وبوتاسيوم على جدران الخلايا العصبية. وإلا فأحضر هذه الأيونات وضعها على ورقة ترشيح داخل المعمل، فهل ستشعر هذه الورقة بالقيم والأخلاق والمعنى والصدق والكذب؟ للأسف الشديد هذا هو الفرق أيضا بين الإلحاد الغبي الساذج وبين التصوير الديني للقضية الإنسانية الكبرى. يعترف نعومي تشومسكي، طبعا نعومي تشومسكي هذا هو رأس
اللغويات واللسانيات المعاصر، أحد أشهر علماء اللغة في العالم، وهو بالمناسبة لا أدري، مثل كارل بوبر وكل من ذكرتهم. هذا الشخص يعترف أن السلوك والقيم والمعنى واللغة كلها ليست مفردات مادية، وإنما هي فطرة، هي غريزة، هي أشياء دخلت فجأة إلى هذا العالم، حتى أنه أطلق عليها تسمية الانفجار اللغوي الكبير، قياسا على كلمة الانفجار الكوني الكبير، أسماها انفجار لغوي كبير، حيث يقول أن اللغة والسلوك والقيم انفجرت فجأة مع الإنسان، لا علاقة لها لا بالمادة ولا بالقياس المادي، وقال أنها منظومات فطرية، منظومات غريزية، لا علاقة لها بالتنظيم الذري أيها الملاحدة الجهلة. Well, the collection of this mass of innate schematisms, innate organizing principles, which guides our social and intellectual and individual behavior, that's what I mean to refer to by the concept of human nature. وها هو نعوم تشومسكي يقول لكم هذا الكلام. للأسف الشديد نحن مضطرون للرد على ملاحدة، صدقوني كلامهم ممتلئ بالهراء والكذب، لكن عزاؤنا الوحيد أن هناك سذج وهناك شباب صغار قد يصدقون هذا الهراء والكذب. وإليكم الآن هذا التحدي، أتحدى من يحلل هذه الظواهر التي تؤكد للعلم المادي وجود الروح أو وجود الحياة. أول هذه الظواهر هي ظاهرة نوبات الهلع، نوبات الهلع، طبعا نوبات الهلع يصاب بها تقريبا 1 لـ 2% من البشر على وجه الأرض. نوبة الهلع تكون أنت في مثلا طريق أو وسط زحام أو حتى في منزلك، تصاب فجأة بضربات قلب سريعة وارتباك شديد وخوف مفاجئ، حتى تشعر أن هناك نوبة قلبية، تذهب إلى الأطباء وبعد التحاليل والفحوصات يتبين أنها نوبة هلع. في هذه اللحظة يحاول الأطباء إقناعك بأن تقول لدماغك أن ما يحدث ليست مشكلة في القلب، تحاول أن تطمئن دماغك وأن ما يحدث أيها الدماغ ليست مشكلة قلبية، فاهدأ قليلا ولا تتوتر. قد تنجح في إقناع دماغك بأن المسألة بالفعل مسألة عصبية نفسية وليست مسألة عضوية مادية، وقد تفشل في هذا الأمر، لكن الشاهد من الحالتين أن هناك صراع بين ذاتك وبين أجهزتك المادية، وكأن هناك كائنين داخلك، ذات ونفس وجسد مادي. يحاول الذات أن يقنع الجسد المادي أنه ليس هناك خطر، هذا يوضح حقيقة الصراع بين الجسد المادي وبين النفس والذات، وهذا يعني وجود منظومتين داخل كل إنسان، المادة والذات. أيضا هناك مرض شهير يعرفه كثير من البشر، وهو الدوار الحركي، الفيرتايجو. الدوار الحركي عبارة عن شعور بدوار شديد، تشعر أن السقف والجدران تلتف بك. يصاحب هذه الحالة في الغالب قيء شديد، قيء شديد. طبعا مصدر القيء هو تعارض إشارتين، الدماغ تصله إشارة من العين بأن كل شيء يلتف، آسف، الدماغ تصل إشارة من الأذن الداخلية بأن كل شيء يهتز، بينما تصل إشارة من العين بأن كل شيء ثابت. طبعا الدماغ يحلل هذه الظاهرة بأن هذا الشخص تعاطى مادة مهلوسة أو مادة سامة فتؤدي إلى خلل هذه الإشارات، تعارض بين إشارتين، إشارة الدماغ، إشارة العين وإشارة الأذن الداخلية، فيقوم الدماغ بإرسال إشارة إلى المعدة بالقيء المباشر حتى يقوم الإنسان بإخراج المادة السامة.
بينما الإنسان لم يتعاطى أي مادة سامة على الإطلاق. هنا يحاول الأطباء إقناع المريض أن يقنع دماغه بأنه لم يتعاطى أي مادة سامة، وأن الأمور هي فقط نوع من أنواع خلل أذن داخلية بسيط سيذهب ذاتيا مع الوقت، لكن للأسف الشديد قد يظل الإنسان في حالة القيء المستمر. وهذا دليل آخر وظاهرة أخرى على أن هناك تعارض وصراع وحوار بين الذات الإنسانية وبين الجسد المادي، فالجسد المادي يتخيل أن هناك مادة سامة ابتلعها الإنسان، بينما الذات الإنسانية تحاول أن تقنعه أنه ليس ثمة أي مادة ابتلعتها. وقد ينجح أيضا الإنسان في إقناع الدماغ بأنه لم يبتلع أي شيء، وقد يفشل، وفي الحالتين أيضا إثبات مباشر على أن هناك حوار جرى بين ذات وبين جسد مادي، أي أن هناك ثنائية في الإنسان وليست ذرات منظمة وليست منتجات مادية كما يتوهم كهنة الإلحاد. الظاهرة الثالثة، كل محاكم العالم وكل الدساتير في هذا العالم لا تؤاخذك بأفعال الجسد المادي ولا تؤاخذك بما يقوم به المادة والدماغ والجسد، وإنما تؤاخذك الدساتير والمحاكم بذاتك بإرادتك بقصدك. فإذا أنت ارتكبت جريمة، مثلا لا قدر الله تقود سيارة وصدمت إنسانا، فهنا على المستوى المادي وعلى مستوى الذرات وعلى مستوى تنظيم الذرات الواقعة حدثت وانتهت، فماديا الأمر منتهي والسائق يعترف بالجريمة والحدث موجود. إذا ما هي مهمة المحاكم والقضاء والمحاماة والدساتير والتشريعات؟ كل هذه المنظومات العملاقة مهمتها تحرير حالة الذات أثناء ارتكاب الجريمة، هل ارتكبت بقصد أم بغير قصد، تحليل حالة النية، تحليل حالة النفس. نحن هنا نضع النفس ونضع الذات في مركز أعلى بكثير من الوقائع المادية، في مركز أعلى بكثير من التنظيمات الذرية، فنحن في الواقع لا نحكم على ما يحدث في هذا العالم بمنظوماته المادية، ولكن نحكم على ما يحدث داخل النفس. نحكم على ما يحدث داخل النفس. طبعا الأمثلة في هذا كثيرة والأمثلة لا تنتهي، وأنا إن شاء الله في وصف هذا الفيديو سأضع لكم كتابي كهنة الإلحاد، كتاب كهنة الإلحاد، وفي هذا الباب فصل كامل عن الوعي وعن الذات وعن منظومات الحياة وعن الروح، إن شاء الله مفيد ونافع جدا لكم إن شاء الله، انشروه بين الشباب وإن شاء الله ينتفع به. قبل أن أنهي هذا المقطع الصوتي أود صراحة أن أطرح نقطة ربما تثار، وهي أن الذي يتعاطى مخدرات أو يصدم في دماغه قد يفقد الوعي. الذي يصاب مثلا بمرض في دماغه كالجلطة قد يفقد أيضا الوعي. صراحة الأدمغة مثل جهاز التلفاز، أي أنها مجرد مستقبل للمعلومة ومعالج لها مثل الكمبيوتر الذي أمامك، هي تتصرف بتلقائية تامة، إذا وصلتها إشارات متضاربة تقوم بقيء كل ما في المعدة كما مثال الدوار السابق، إذا وصلتها إشارة غير صحيحة قد تؤدي إلى نوبات هلع شديدة، فهي فقط معالج للمعلومات. لكن إذا انقطعت هذه الأسلاك بصدمة أو بمخدر أو بجلطة أو بأي شيء من هذه الأمور، فإن الإرسال يتوقف، الإرسال يتوقف، ويفقد الإنسان الملكة المادية لإدراك الوعي والتي هي الدماغ، أما الوعي ذاته فينفصل ويظل مستمرا. لذلك حين يعود الوعي إلى العالم المادي بعد مثلا رحلة النوم أو بعد مثلا رحلة
مثلا اقتراب من موت، او مثلا رحله جلطه او ما الى ذلك، فان هذا الوعي قد يكتسب خبرات جديده تماما، قد يكتسب خبرات جديده تماما اثناء توقف الدماغ عن الارسال والاستقبال. وكثير من المفكرين والادباء انتجوا انتاجهم المعرفي بعد صدمات دماغيه كثيره، وكانهم في فتره الصدمه كان الوعي منفصلا واكتسب خبرات اخرى وتصورات وافهام اخرى، ثم حينما عاد الوعي الى الدماغ بداوا ينتجون هذه المسائل. ايضا هناك تجربه احب ان تطلعوا عليها، وهي تجربه الاقتراب من الموت. تجربه الاقتراب من الموت وهي تجربه مثبته علميا، وتجربه كتبت فيها ابحاث كثيره جدا، حيث يرى الانسان بعض المشاهد التي من المستحيل ان تكون منتج مادي. واشهر هذه الامثله هذا الشخص الذي اقترب من الموت ثم راى فوق اعلى المستشفى كره تنس، وحين عاد الوعي الى الدماغ وبدأ الإنسان يستفيق، أخبر بهذه المسألة مما دفع الأطباء إلى صعود المستشفى، وبالفعل وجدوا كرة التنس في هذا المكان. وكان هذا أحد الأدلة المباشرة على أن الوعي قد ينفصل عن المادة ثم يعود إليها، وهذا عندنا في كتاب الله عز وجل مذكور في كثير من النصوص. قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهنا الإنسان في لحظة النوم يذهب وعيه ثم يعود إليه مرة أخرى، وقد يكتسب بهذا الوعي خبرات أخرى ومعارف أخرى في فترة النوم. فهذه كلها مسائل تثبت أن الوعي والذات والروح والحياة كلها مسائل لا علاقة لها بالتنظيم الذري ولا نظام المادة، وأنها لا علاقة لها أصلا بالنظام المادي كما يقول ليونارد ميلدناو، ولذلك لا يمكن للأسف الشديد إخضاعها للبحث المادي، لأن كل الأبحاث العلمية تتعلق بالمادة. أما المنظومات الحياتية والروح والوعي والنفس فكلها منظومات ليست من هذا العالم المادي، ولذلك لن يستطيع العلم المادي الذي يتعلق فقط بالمادة أن يبحث في مسائل غير مادية. لكن هذه شواهد عقلية قطعية على صحة الوعي والحياة والنفس والذات لا تحتاج إلى جدال أو مراء، لكن سيظل للكفر كهنة ماكرين يمكرون ويسخفون الأدلة، لكن حين يواجهون بالرصد الثمين لأدلة الوحي وأدلة صحة المعنى وصحة النفس وصحة القيم وصحة الذات وصحة الروح، فإنهم يخبطون ويختفون إلى أن يظهروا بأكذوبة جديدة، ونحن لهم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.